مشاهدينا الكرام، احنا الان امام محل الطرشي. طبعا النجف الاشرف معروفين بالطرشي وامور اخرى، انا ما اريد اقول لكم شنو الامور الاخرى، اكيد تشوفوها بحلقاتنا الجايه. اريد نعرف طرشي المخلل شنو، المدبس شنو، واشياء ما نعرف اخاف نخطا بها يبين لنا ابو الطرشي. تبقون ويانا وندخل جوا شوي نشهيكم على الطرشي وانواعه. الكرام، دخلنا وياكم المحل الطرشي. السلام عليكم. السلام. رمضان خير. رمضان خير علينا وعليكم وعلى امه محمد ان شاء الله، على كل العراقيين. مشاهدين طبعا انه محافظه النجف الاشرف معروفه مشهوره بالطرشي المدبس ومخلل وغيرها. تحكي لنا نبذه مختصره عن عملكم للطرشي، يعني هسه احنا نشوف الطرشي وتشوف اقبالك وعليه كثير برمضان، لكن يا ريت بين مال ولد يوزنون ريد دبيه. هاي الدبات الحلوه معروفه طبعا بها النجف، هاي الدبات الجوزيه دبه دبتين ان شاء الله. تدلني يعني احنا بالنسبه لنا اكو انواع الطرشي، اكو مدبس واكو حامض حلو واكو حامض واكو طرشي محشي، طرشي بالثوم العجم، اكو عندنا اسن احنا يعني اكو عندنا بالنسبه لنا المحنه طرشي بالثوم عندنا، هذا يصير يعني السعر مالته ضعف السعر الطرشي العادي. هذا خدمته يعني وإله فدنك كلش وإله فدنكه خاصة. هسه شلون تخلونا؟ هسه أخليكم وتشوفون همنا وتشوفون همنا أخليكم. أنا طبعا أنا راح أريد تكثرون القرنابيط، أنا ما أحب القرنابيط. بالعافية تدلون. فدبتين زيناتهم ذن الجوابية. إذا مشاهدينا الكرام، بعد ما أخذنا الطرشي للعائلة المتوجهين لها هذا اليوم من عوائلنا، عوائل الأيتام، نبقى وياكم وفقرة الشيف ونشوف شو مهيئ لنا لهذا اليوم. السلام عليكم، رمضان كريم عليكم. اليوم محضريكم بسفرة رمضان شيء مميز، ودائما احنا بهاي الحلقة دائما نقدم، كل حلقة نقدم شيء مميز. الحلقة هاي اليوم طبقنا الفسنجون النجفي اللي يختص بس يعني مختص بس بمحافظة النجف، هذا الأكلة اللذيذة الطيبة اللي معظم عوائلنا يعني اكو صعوبة بها شوية لمكوناتها ولدقة العمل بها ولطول الوقت طبعا عليها. طبعا الفسنجون النجفي يتكون من الراشي عندنا وحبة الرمان، وحبة الرمان، وعندنا لب الجوز. طبعا هذا ينطبخ بشكل دقيق ونار هادئة لكي ينضج. طبعا هو المفروض ينطبخ على بط، بس يعني البط نوعا ما اكو بي شوية يعني يطلع طعم، فاحنا شنو ضفنا اليوم سفرة رمضان، ضفنا فسنجون بالدجاج، وان شاء الله راح نقدم لكم وينون اعجابكم. الطبق الثاني عندنا هي الدولمة. الدولمة اللي معروف كل العوائل تعرف الدولمة العراقية اللي تتكون من السليق والمحشي البصل والمحشي طماطه وحسب هذا، وان شاء الله اليوم قدمنا لكم طبق دولمة عراقي مضبوط ان شاء الله باللحم واللي ان شاء الله. الطبق الثالث هو شاورما لحم على التمن، ان شاء الله من لحم عراقي والارز من او تمن ابيض، وطبعا ما ننسى طبعا الحقناها تمن مطبق باقله وتمن احمر بالاضافه، وما ننسى طبعا شهر رمضان تمتاز سفرتنا شوربه العدس اللي هاي ما نقدر نستغنى عنها ولا الصائم يستغنى عنها، فسفره رمضان دائما ما تنسى الطبق الطيب. وبالاضافه الى المقبلات الشرقية الجاجيك والتبولة والحمص، وعندنا ما ننسى زينا سفرتنا سفرة رمضان بالعصير واللبن والتمر والفاكهة. إن شاء الله نول إعجابكم ورمضان كريم عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا محلى ريحتكم يا هن أهل الكرم وأهل المحلة. حقيقة هذه الأجواء تذكرنا بالحنين، تذكرنا بالكرم، كرم ناسنا الطيبين. مشان الكرام بسفرة رمضان لهذا اليوم احنا بمنطقة المشخاب يسموها شاير آل فرعون. طبعا هذه المنطقة تبعد عن مركز محافظة النجف، لكن احنا نتعنى الكل أيتامنا، الكل عوائلنا اليوم وين ما كانوا، سواء كانوا بالمركز أو بأطراف محافظة النجف. مشاهدي الكرام هذه الأجواء موجودة بيها بيت من البيوت العراقية النجفية. هذه العائلة عائلة أيتام، لكن أي أيتام؟ أيتام الأم والأب. احنا ما نريد اليوم ما نريدكم تحزنون، لا، نريدكم تسعدوهم، وبالتالي احنا ايضا نسعدهم. ومؤسسة اليتيم الخيرية اليوم وجيتها لهذا المكان مع كادر الفرات وكادر سفرة رمضان حتى نسعد هذه العائلة. راح تكونون ويانا نطلع على كل احوالهم، ابقوا ويانا. عدل الباب ذاك راح شنو يعرف؟ السلام عليكم. شلونكم حجيات؟ شلون الصحة؟ شلونكم بعد؟ الله يسلمكم. شلونكم زين؟ طال عيوني. شلونكم زين؟ السلام عليكم. كل الموسم. خوارير. شلون صحة؟ شلونكم بعد؟ السلام عليكم. شلونكم عيني؟ شلونكم زينين؟ الله يسلمكم، الله يخليكم. الله يخليكم. أوه، إذا جيت تخبط الواقع. عذبتني. عذبتني. شلونكم حجي؟ شلون الصحة؟ أخباركم؟ إن شاء الله بخير. الله يسلمك ويخليك، رحم الله والديك. إحنا هم بخير، الله يسلمك. رمضان مبارك عليكم. علينا وعليكم إن شاء الله. تعنينا لكم اليوم إحنا ومؤسسة اليتيم الخيرية. الله يطول عمركم. إحنا سفرة رمضان اليوم جاي لزيارتكم. مشكورين، والله يخليكم إن بجاه فاطمة الزهرة. الله يسلمك ويطول عمركم. الله يخليك يوم. ويخلي لنا المؤسسة هاي مالت الأيتام. إن شاء الله. ما ظلكم طيبين، إحنا عايشين بالله وبيكم. الحمد لله. الحمد لله. والله والشكر. تدعي لهم اكيد تكتب الخير. وانا ادعي لهم كل يوم، كل ما اصلي ادعي لهم خير وعافيه، عساهم الله يرزقهم ويطول عمرهم ويزيد حظوظهم. يوم انت هم الك بركه والك خير ومعجوره. احنا سولفونا عنك المؤسسه. بعد عيوني. صار انه انت متكفله ايتام. اي والله. بعد وفاه امهم وابوهم. ايه. مشاهدينا الكرام يعني هذا العالم مثل ما نوهت انه أمهم متزوجة ووالدهم متوفي. أي متوفي. مو حسب ما أي أبوهم هم متوفي. هم أيتام باعتبار يعني هم أيتام من أم ولبو. زين. أيتام من أم ولبو. ويمي زين. عندي هذا عمره الصغير خلتها سنة وثلاث أشهر. سنة وثلاث أشهر. أي يعني تو يقوم ويقعد. زين. أي وأنا ربيته وهسه بصف السادس. شلون داريتي وحدي؟ داريته وحدي بشفون عيني بدموع عيني داريته وداريه بشلاوية. أي هسه هو أنت أمه. أمه. أيه؟ هو هسه يقول لي يمه. ها شو تقول على بيبيتك؟ يمه. يمه؟ اي وجده يقول لي ابوي. ما تبسطك؟ لا. بيبي ها بس من تسبح ما تقول لك لا تسبح مو مكيف لها. شو اسمك انت؟ زياد على سيان. زيد؟ نعم. زيد على زيودي، زيودي حبيبتي بياصه؟ السادس. شلونك بالمدرسه؟ الحمد لله زين. بتمتحن هسه شنو؟ اخذت نتائج؟ لا بعد الثانيه ناخذها. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. زين شنو المواقف اللي تتذكرها ويا بيبيتك؟ ما تتذكر لك شيء؟ ما أبدأ. ها شجعك على الصيام؟ ايه. تقول لك صوم؟ ايه يصومون؟ الحمد لله. الحمد لله والشكر. ايه؟ يصلي ويصوم. زين. ايه؟ بس هذا الوليد لو اكو بعد؟ لا بس ايه؟ هذا الوليد وبنياته اثنين. هاي ايه؟ وحده تزوجتها. تزوج. ايش قد عمرها من تزوجتها؟ يوم انا عمرها 15 سنه. ايه. اقل شيء 15 14. ما جزعتي منهم ولا تعاجزتي؟ لا لا بس ها هي بالمدرسه همات. يا صبي ذي. ها ليش تركت المدرسه؟ هاي طيب. عائلية ما أقدر يعني مثل ما تعرفين الزوجة أنا يعني ما أقدر تتكمل. إيه ما أقدر. إيه وعائلتي صعبة شوية. إيه ليش ما قدرت أكمل؟ زين بيبيتك شو تمثل لك؟ دور الأم طبعاً. إيه شوية قربين. الأم والأب طبعاً تمثل إياهم. رعتكم. إيه طبعاً. رعاية. طبعاً هذا الشيء أكيد. إيه. يعني ما فرقت عنا مني يوم ولدنا لحد هذا اليوم، ما فرقت عنا بيننا وبين أولاد عمنا الثانيين. يعني ده مثلتني دور الأب ودور الأم بنفس الوقت. يعني ما حسيتوا بفرق بغياب أمكم وبغياب أبوكم؟ لا 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 ما حسينا بهذا الشيء. زين ومن تزوجتي حسيتي بفراقهم؟ لو طبعاً من طبعاً وظلت ضايجة ولحد هذا الوقت أنا ضايجة على فراقهم. السلام عليكم. شلونكم عيني؟ شلون الصحة؟ ان شاء الله بخير. شلون الخبز اليوم؟ الحمد لله. حار بارد؟ لا حار. ان شاء الله. صار كم سنة تخبزين؟ والله
ها انت كنت الحجيه مو؟ شلون وياك الحجيه؟ حجيه سدي ذاناتك اخاف تحكي عليك. لا 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 شلون وياك؟ قولي لنا عليها. طيبه والله. ها اي والله. شلونها كنت الحمد لله وشكرا. زينه زينه؟ عليك الله. قولي لي وما قولي لي. الحمد لله بعد عيوني طول عمرك ان شاء الله يوفقك والله الحمد لله عايشه. خبزها شلونه؟ لا يعني ما تخلدين على خبزتك تقولين تخينه؟ لا لا الحمد لله. بها حافات؟ لا لا زين خبزتك. لا يزعلون العمار؟ عندها اطفال وهي تخبزنا وفرج بنا الحمد لله الحمد لله وشكرا. هم تتعب ويانا. الله يساعدك. قبل ايش قد يوم ما تخبزون؟ عمر هذا جبنا نخبز. لا لا يعني بالفطور قبل الفطور. ها مثلا بالخمسه بالاربعه ونص بالخمسه مرات بالخمسه مرات بالاربعه ونص. يعني تخبزون كل يوم؟ لو لا والله كل يوم. كل يوم؟ اي ها اي ها يعني ويا ويا الوجبات ويا الوجبات الاكل ما تخبزون وتضمون؟ لا لا من بيت. ها احنا ببغداد يخبزون مثلا فد 50 قرصه 60 ها بوقته كلهم بوقته. ها خوش خوش. شو ايش كم سنه وتعلمتي الخبز يعني قد عمرك؟ اني؟ اي يعني مع السنه انا ويا امي. ها ويا امك تعلمت؟ شطارتي يعني علمتني. ها افطن واخذتها. حلو. طبعا مشاهدينا الكرام يعني المراه يقولون نادره اللي تخبز واللي ما تخبز شنو مو نادره يقولها؟ ها مو خوش ترى اللي ما تخبز مو نادره. انا ما اخبز مو نادره. انت ما تخبزين؟ تعالي تعالي يمي تعالي. انا ما اخبز. تعالي تعالي ليش ما تخبزين؟ ما اعرف على اساس انا اعرف اخبز. انا اعرف اخبز ترى بس يعني مو يعني ما اعرف للخبز. ليش؟ لان كان وقتي بالمدرسه. ايه ما اعرف للخبز ما مهتمه لشغل البيت والطبخ. ما تعلمتي ولا يم عيالك؟ من تزوجت. ها هناك تعلمتي؟ تعلمت كم مره بس انتشويت. ليش تخافين من اللي؟ اخاف من التنور مو قصه ما اعرف. اخاف من التنور. احنا كنا يعني نعرف نخبز بس هم يخافوا من التنور. عندكم هسه البانيات هنا؟ شو يقول السيد المخرج عندهم بانيه نروح نشوفها لو لا؟ وين السيد المخرج؟ نروح نشوف البانيه لو لا؟ يلا مشاهدينا الكرام نعوف التنور ونروح للبانيه اللي زارعيها، خلينا نشوف حجيه، يلا. هاي ما هذا المكان مو؟ مشاهدينا الكرام وصلنا لهذا المكان اللي يزرعون به، يوم ما يزرعون بس باميه؟ باميه ورشات خيار. اي لازمي. اي وقطينات. اي شيري عباس. زندانات. هسه هنا يعني باذنجان اي باذنجان ولوبيا وخيار وخيارات اي يعني مسيلة يعني اليوم تحملونه ونروح شلون؟ ما بديكم خير والدليل كلهن بفضالتكم يوم اكلنا هنا تعالي قل لي من اللي يزرع البام؟ والله شلون يزرع؟ انا والشاي اول ما نجلبها اي قربيه هيك زميليا اول ما نجلبها تجي بالمسحاه اي تقلبون التربه الارض اي الارض قلبناها بعدين نسويها سواجي النوب نشغل الماطور عليها يمشي الماطور مايه النوب هاي تشغل الماطور يعني مايه تسقوها ولا ما قلبتوا الارض ويا ما قلبنا سوينا سواجي النوب نسقيها من نسقيها يمشي بها الماي ثاني يوم نقعد ثاني يوم اجي انجرها اسويها الخيارات شنو تنجريها قولي لي انجر عويا يعني شنو تنجريها يعني تنقريها تنقريها انقرها تنقر بالمسحاه شتلت بانيه عوينات خيارات زين والدنيا لمحت يصير هذا البارد هنا ساعة خوفرني بالبادورة ايه؟ أميل الدغل عليهن ايه؟ ساعة أبحث حد أسوي لهن تراب شوية ما الله يقوم عندك خلق وياهن إي شو ايه؟ أسوي أخاف ايه؟ أخاف الشاي ذابها كلها عليك لا والله أنا يعني فاول ما وأنا عليك الله والله العظيم ذاب الحمل عليك لا بالله أنا يعني. ها هي أكثر تتعب أنا أكثر هي متحملة حجية أنت دائما دافعا على الرياجيل مو إحنا اللي نحكي عليهم لا لا ليش هيك متعبين النسوان لا أخف هي تحب تدافع تعبان. ايه. هم تعبان شوفوا هم تعبان ايش قد تعبان النسوان اي والله تعبان هو خطيه هو هم تعبان شو مسوي ايه. تعبان شو مسوي قل لي هالقسمه هاي هي هالخبزه هاي الله ركض شو انت هم تعبانه ايه. ايه. انا تعبانه وهم تعبان مشاكل شوي ولا بد من الرعاية لهذه الشريحة المهمة والرعاية تكمن أهميتها في أن هذا الجيل الذي ينشأ ينبغي أن ينشأ تنشئة سليمة صحية
وكفالة اليتيم هي تجارة مع الله أولا، وهناك عدة أحاديث نبوية تشجع المسلمين وغير المسلمين على أنه يكفيه فخرا الكافل اليتيم أن يرافق النبي صلى الله عليه وآله للدخول إلى الجنة. افطر الهنا عليكم مشاهدينا الكرام، طبعا اتمناكم ويانا بهالاجواء الحلوه الرمضانيه، بهالاجواء يعني ماكو احلى منها حقيقه، هاي الطبيعه. وطبعا مع الاكلات النجفيه تشوفون الليل ليل علينا بعد ما صلينا، طبعا توجهنا للفطور مع عائلتنا، عائلة أم علي العزيزة. اليوم طبعا يعني طبقين من النجف، الفسنجون. كنا نسمع بالفسنجون، طبعا أكلة مشهورة جدا بالنجف وموجودة بكربلاء أيضا، لكن مشهورة أكثر بالنجف. وعندنا الطرشي، صدق الطرشي ماكو، جيبوا لنا الطرشي. إيه عبالي أخذتوه الطرشي. هلا بالطرشي. هذا الطرشي النجفي همين جبنا لكم طرشي حجي همين. شكرا عليك. ولو انتم لاهل النجف يعني ان شاء الله يا رب. هذا الفسنجون بسيفس او دجاج وراشي ودبس الرمان، يعني من اغلى الاكلات اذا تريد تسوي هالعائله، يعني تكلف ام البيت اليوم اذا تريد تسوي جدر صغير فسنجون يكلفها ماديا طبعا. واكيد اليوم الاكله الغنيه ماديا، احنا ما عندنا اغلى اليوم من ايتامنا ومن عوائل الايتام اليوم مقدمه لهم. فشو تقول الحجية؟ نصب الفسنجون؟ بعد عمري مشكورين، احنا لسه والله ما مسوي ثاني. ما مسويته؟ ما مسويته. هاي هسه اجاتك. حجيها بالصحيح. ها ما مسويته. ما لسه ما مسويته ولا يعني عرف لي شلون صار. اصب لي هسه فسنجون؟ مشكورين. يلا سموا بسم الله. سموا بسم الله. طبعا مشاهدي الكرام انا اول مرة اكل الفسنجون، يعني مو بس انت حجية. لا انا ما ماكلته. اي انا هم ما ماكلته، هاي اول مرة. ها لا والله هسه انا اعلمك شلون اسوي، انا اعلمك انا اعلمك شلون اسوي بسيط حجي. الفسنجون ورا البرنامج اقول لك علمونا اهل النجف، هم كنت ما اعرفه مثلك. اي تفضل حجي. هاي هنا الاطفال. حجية هاي الهدايا مقدمة من مؤسسة اليتيم الخيرية برعاية مكتب المرجع الديني الكبير سيد محمد سعيد الحكيم. الله يوفقه يا الله يطول. مجموعة من الهدايا سيدي. ثلاجة وطباخ وغسالة ومبردة. ويخليكم منا الله ويشفينا شر الأشرار. أيوة. ويشفينا شر هذول اليهود وأولاد اليهود. شو اسمهم هم هذول؟ دول الداعش ما أدري. داعش أي والله داعش. هل الحجية اسمهم الداعش؟ الله يشفينا شرهم وجاهل نفسياً ويجعلهم أبو الحسن علي. ما تخافي منهم؟ لا ما نخاف إن شاء الله. عافية بيك عافية. لا ما نخاف من عندهم. ولادنا كلهم ولادنا. إن شاء الله يوم هو دعواتكم مستجابة إن شاء الله. جاهل الحسن والحسين إن شاء الله يجون سالمين سليمين. إن شاء الله إن شاء الله يوم. ويشفينا شر الأشرار. إن شاء الله. ويعود عليكم كل سنة وكل عام. بعد عيد المبارك وعيد الخير. الله يخليك يا حسين ابو عبد الله. الله يخليك يوم. انا ما عادت على اللاوه، قلت لهم بالاضافه مشاهدينا الكرام للهدايا المقدمه قعدنا هدايا الاطفال، قلت له ما يعطوك هديه اليوم العلاوي. وين علاوي؟ قال هوس لك وتطينا. احنا هوس ما يهوس نطي بس نريده يهوس. يلا شلون تهوس؟ هوس الله. يلا هاك.
يلا الزم لك يلا تلزمها تقربها يلا هوسنا يلا هوست انا مقصر يد الله بنجمة الميزان الدور الزود ولي عليه عبنت شهم وتعالى انا مير امه انا مطبعت يا راس بصدر للديوان ايه ها نومت حلوة علومت لتاج عالمجين علومك حلوة علومك علومك حلوة علومك شلون شنو بالله عيدها عيدها علومك شلون خلي يسمعوها علومت حلوة علومت لتاج عالمجين علومت حلوة علومك حبيبي حبيبي يلا هسه نعطيك الهدية وين انا وعدتك اعطيك الهدية تعال 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 لا هو يريد هاي الفرارات هاي راد هاك هاي وردت هي؟ ها؟ يا هي هاي يلا هاك لا هم كلهم 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 ان شاء الله يلا 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 حبيبي يلا يلا ماما هاكم هاكم حبيبي يلا هاي السيارة تعال ماما هاك يلا 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 هاي بعد قاسموها بيناتكم يلا حبيبي يفتح لنا اذا هاي يفتح لنا ايش تفتح لنا؟ تفتح لنا الغسالة؟ تعال افتح لنا الغسالة. ايه. ايه. هاي اللعابة وحدة الفطومة. حجية هاي فطومة طبعا صغيرة. ايه. هاي الفطومة وهاي وين؟ تعال تعال بنينتنا تعال. تعال هاي ضمها هي يمك الفطومة حجية. اي هاي الك حبيبتي. ها عين. يما هاي الغسالة حبيبتي تعالي هنا. تعالي هنا هاي الغسالة ايه. مشكورين. ايه. الله يطول عمركم. الله يسلمك. الله يخليك يما. تفتح ايه تفتح لها المبردة؟ ايه 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 بس كهرباكم شلون هنا؟ والله مرات تجينا بالنهار مرات ب 11 بالليل تعال هنا شوي ها اي والله ما عندكم هنا سحب لو شيء؟ لا ماكو ما آه الحمد لله والشكر ايه. هاي عندنا ثلاجة همين يوم الله يطول عمركم والله نجيب لنا ثلجة يوم الله يساعدكم يوم الله يساعدكم ان شاء الله يا ربي هاي ان شاء الله دوم عليكم النعمه ان شاء الله وهذا شيء قليل حقكم ان شاء الله دوم علينا وعليكم ورزقكم الاحسن مثل ما رزقتونا وعطيتونا الله يسلمكم يكرمكم الله والله والديك تسلمين مشاهدي الكرام يعني الحجيه سوت موقف كلش لطيف وطريف طبعا الاخوه المصورين يقولون علي يعني اكو فرق بين الاثنين طبعا الحجيه بطله مو والله شدك لك حياك ونشوف خش الموضوع تظهر شنو سولفي لي على الحيه وبعدين اسولف لكم الموقف جدع خوفر من الجندانات ايه؟ حيه سابت ايه؟ هاي سنه عمر شنو هاي قمت لان الحيه شابه يمه اي والله اي ايه والله اي والله ما شدوا على لان دعبي يدي ايش طول هاي ما خفتي لا ليه من اخاف قلت الله ومحمد وعلي زين هسه سويت انا سويت وقلت لك كنت سانه اي قلتي ما يدو هاي عني اي شلتها بيدي قطفتها حبيبتي طبعا مشاهدي الكرام قنفسانه هي سوداء على يعني ما عرفتها تعرفون طلعت علينا الارمله السوداء فمن بعيد تعرفون يعني قلنا ما الوجه الدنيا الليل فقلت لها قلت لهم يعني هاي يكون واحد يجي يشيلها الحجيه خطيه بكل سهوله شالتها وذبتها حبيبتي ما اقول لكم بطله يعني احنا نسانا شافوا كل الضيم وكل الوجع لكن الحمد لله والشكر متكيفين ويا الوضع الحياة الطب وتطلع كلش طبيعي حشرات هاي متكيفة جوع وكل شيء مر علينا الحمد لله الحمد لله ونقول الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر لا انتم طيبين واحنا طيبين الحمد لله والشكر والسيد والله يطول عمره والله يطول عمره على المؤسسة اللي اسسها وخلى الإدامة شبعت وكذا رحم الله والديك يمه رحم الله والديك شكرا جزيلا لك مشاهدي الكرام طبعا كانت حلقة ممتعة واكيد تشاركوني بهذا الرأي رغم كثير من الصعوبات اللي مر بها كادر برنامج سفرة رمضان وأيضا المؤسسة خلال طريقنا منطقة شوية بعيدة يعني أكو صعوبات لكن الحمد لله شكر ماكو تعب بهذا البرنامج ما دام بخدمة الناسنا الطيبين الأيتامنا الطيبين نلتقي وياكم على خير وبركة ومحبة بحلقة جديدة مع السلامة.
الله.